السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، مرحبا بكم في قناتنا المباركة. موضوعنا هو موضوع كيف تكشف العاشق الزاني أو العاشقة التي تسكن في العيون والعورات. العاشق والعاشقة الذين يوسوسون لك بالفواحش والمنكرات وتهييج الفواحش وأفكار جنسية، والله المستعان، ويقهرونكم بهذه الأفكار. لذلك كيف تكشف العاشق والعاشقة الذين يتحصلون في العورات؟ سوف تقرأ هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن تقرأ آية الكرسي 20 دقيقة، أو اقرأ آية الكرسي 7 مرات بإذن الله، ثم بدأ وقل هذا الدعاء: بسم الله لا يخفى، بسم الله لا يخفى على الله كل عاشق وعاشقة سكنوا في العيون والعورات. ستكرر هذا الدعاء 10 دقائق أو 20 دقيقة، ثم تنتقل إلى الدعاء الثاني: بسم الله يكشف غطاء الحسد وحجاب العين وحصن السحر ويتحرر كل جن وجنية. ثم تقول الدعاء الثالث كذلك بإذن الله، لأنك حررته، فإذا تحرر فهذا أهلا وسهلا، فإذا لم يتحرر فستقول: كل عاشق وعاشقة في العورات يحترقون بإذن الله، كل عاشق وعاشقة في العورات يحترقون بإذن الله. فهكذا تقولها كذلك 20 دقيقة أو 15 دقيقة، سوف تعذب هذا العاشق والعاشقة الذين لا يريدون أن يخرجوا من العيون والعورات، والله المستعان. فعذبهم وقل: كل عاشق وعاشقة في العيون والعورات يحترقون بإذن الله، كل عاشق وعاشقة في العيون والعورات يحترقون بإذن الله. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.